يوميا خلال فترة الحرب تقدم الشهداء دفاعا عن أرض الوطن. اليوم بعيد الشهداء بنقول لك يا أمي لا تبكي، مثل هاليوم نحن بنحتفل بشهدائنا اللي زفيناهم عرس، عملنا لهم وغنينا لهم وزغرلنا لهم ورشيناهم بالورد. اليوم بنحتفل فيه وبنقول أنت فخر لكل سوري عم يشوفنا وعم يتابعنا. نحن لولا الشهداء منا موجودين، منا مكملين بحياتنا اليوم، منا مستمرين بحياتنا اليومية. فتحية لجميع أرواح الشهداء ولكل أمهات الشهداء. اليوم بدنا نحكي حكاية صمود أخرى عن أم شهيد قدمت ابنها فداء للوطن، السيدة ابتسام ملوحي والدة الشهيد البطل منذر خالد نحاس. الرحمة لروحه ويسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبتي. صباحك واهلا وسهلا فيكي، كل عام وانت بخير. انت بالف خير. والله يرحم روح الشهيد البطل، يعني هو شهيد من كثير من الشهداء الابطال اللي بنفتخر فيهم. نحن اسفين بس بدنا نبلش هيك يمكن ونتذكر مع حضرتك طبعا استشهاد ذكرى استشهاد البطل ابنك. هلا منذر نحاس استشهد 2014 7 آذار. يعني شو بدي احكي لك عنه؟ خاض احكي عن كل صفاته الجميلة. وين كان عم يخدم؟ هو كان عم يخدم ب بحلب، استشهد بحلب، يعني كان هو اللي فك حصار حلب مع مجموعات اللي فكوا حصار حلب. بعدين اللي فكوا حصار سجن حلب. الرحمة لروحه. بدنا نحكي عن جميع صفاته الجميلة، بدنا نوجه له تحية لأنه هو بملكوت السماء عم يسمعنا. يعني هو شوفي كل شهيد له صفات، ما في حدا شهيد استشهد إلا صفاته حلوة. صحيح. كل شهيد أبدا، كل أم بتقول لك هذا هالولد هذا غير إن عن الأولاد كلها. وفعلا يعني كان بطل، ومن أول ما فات على الجيش كان يطلب إنه هو يكون قوات خاصة. كثير فرح وقت حطوا قوات خاصة. هو رياضي كان يقول لي يا أمي إذا استشهدت لا تبكي لأنه أنا عم دافع على شرف بلدي وكرامة وطني. لا تبكي يا أمي، لحنا إذا ما دفعنا على وطننا لحنا مين بده يدافع؟ مين بده يدافع عنا؟ هي مؤامرة كبيرة كانت يا أمي. يعني دائما خلال سنوات الحرب وكل حلقة خاصة بنستضيف فيها أمهات الشهداء بنسمع مثل هذا الكلام اللي هو فيه كتير قوة وصبر. في علاقة استثنائية بتكون بين الشهيد وبين والدته أو بين الشهيد وبين زوجته، وهي العلاقة بتصفي في مسؤولية على حضرتك أنت عم تنقليها لأولادك، أو هو حتى بيكون عم ينقلها لزوجته اللي بتنقلها لأطفاله بعدين. هي العلاقة الاستثنائية اليوم أم الشهيد قديش بيصير حتى طريقة تربيتها لأبنائها مختلفة. يعني شو بدي اقول لك على رجال بمعنى الكلمه وحمل المسؤوليه من اول يوم فات على الجيش. وكان يعني بطل بمعنى الكلمه ورفع راسنا. يعني لما هو يقول لي يا امي انا اكيد بدي استشهد، فيا امي لا تبكي علي. ما بدنا اياكي تبكي لانه دموعك كثير غاليه علينا. نحن بنفتخر بكل ام شهيد ومستضيفه، هو عز لنا رفع راسنا. انتوا عزنا وفخرنا، نحن بنحاول نحتفل فيكم. يعني صدقي ما عم بحكي انا قدام هيك، لا بس انا الحمد لله يعني لما بتذكر ابني راح شهيد حق فانا ما بزعق. كم ولد عند حضرتك؟ اربعه. شو بيدرسوا شو بيشتغلوا؟ خدموا والصغير ما يعني ساعته صغير بس هو سبحان الله كلهم خدموا وخلصوا جيش يعني، بس هو كان عسكري وخدم وحمص وحما وحلا. كلهم الحمد لله حمص حما وحلا. الحمد لله الحمد لله. كان استشهاده بحلا. الله يرحمه الله يرحمه. خلينا كان يا امي احنا عم ندافع عن حلب، وابن حلب عم يدافع عن سوريا، بحب بلده. قال لي امي انا ما بترك. انا لما استشهد يعني طبعا كل ام تزعل طبعا، بس انا وقت لقيته الحمد لله انه على حق وما تغرر فيه. هذا هو هون عزنا. اكيد الرحمه لروحه. هذا عزنا وهذا وسام على صدرنا، وسام على صدر كل ام، ولازم ترفع راسها كل ام شهيد. اكيد لانه مثل ما قلتي انه لولا الشهداء كانت بلدنا وين. صح. الحمد لله نحن انتصرنا وقت انتصرت حلب وسوريا، وهون يعني دمهم ما راح حدر.
اكيد نحن انتصرنا بدماء وارواح شهدائنا، فالرحمه لارواحهم. خلينا نحكي عن ام الشهيد، شو بتحبي تقولي لكل الامهات الشهداء اللي عم يتابعونا؟ الرساله اللي انتم مكملين فيها الطريق، يعني كثير من الناس عم تشوفكم عم تتابعوا. اصبري لام الشهيد، ونحن عنك لسه في مسؤوليه، على انه في حصار لسه عنا، يعني هلا على سوريا في حصار، وكل ام معلش تحتسب ابنها عند الله لانه هو شهيد الحق، وبعدين الله يعني هي بدها تكمل المشوار بالصبر حتى نقدر كمان ننتصر على الحصار. احنا انتصرنا على الارهاب، بس هلا بدنا ننتصر على الحصار، بدنا نكون كلياتنا امهات الشهداء ايد وحده، ونكون كلياتنا يعني مفتاح للخير للبلد كمان، ما بدنا انه نتاثر بهالحصار. صحيح. وبقول لها ارفعي راسك وابنك وسام على صدرك. اكيد. وهن عزنا، وهن كرامه الوطن وشرف الوطن، ودافعوا عن وطنهم وعن شرفهم وعن كرامتهم، وهذا عزنا. اكيد. نحن وقدنا نبكي ما عاد بكينا، لانه عرفنا شو قيمه الشهيد. وكلهم كرمونا الحمد لله، يعني ما في الحمد لله لمؤسسة، لأنا عضوة بمؤسسة السوريون، فالحمد لله دائما مكرمين مثل الشهداء، كيف مكرمين عند الله. أكيد. ونحن كرمونا بشهادة ابننا وهي وسام على صدرنا. أكيد. ونرفع راسنا. بدنا نتشكرك ست ابتسام ملوحي، والدة الشهيد البطل منذر خالد النحاس. أكيد الرحمة لروحه ورحمة لروح جميع الشهداء، مشكورين بوجودك معنا، كثير سعيدين وبنفتخر فيكم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك، وكل عام وانت بخير، وايضا رمضان كريم عليك يا رب. سياده الرئيس بالف خير، وامهات الشهداء وسوريا بخير. امين يا رب. شكرا لك. العفو.